الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه. شكرا سيادة النائب المحترم وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العنين والمنصة الكريمة والحضور الكرام. حقيقة لم يكن مرتبا يعني حتى المداخلة، ولكن ما تحدث به سيادة رئيس الجلسة عن دور البرلمان جعلني أؤكد أحيانا بعض الناس سواء من السادة البرلمانيين أو المسؤولين دايما كان في يشهدون بطبيعة العلاقة حالة أحيانا من المد والجزر بين السلطة التنفيذية والجوانب البرلمانية، ولكن الحقيقة منذ المرحلة الأولى هنا تحدثنا وكتبت كده العلاقة بين الحكومة والنواب هي في الواقع علاقة تكاملية وليست علاقة تضاد أبدا على الإطلاق. ذلك أن مهمة الجميع من تنفيذيين ومن برلمانيين هي خدمة الأوطان وخدمة الإنسانية، فإذا صدقت النوايا وتعامل الجميع بالموضوعية حتى الدور الرقابي هو دور تكاملي. الدور الرقابي البرلماني طالما أنه يتم بموضوعية وإنصاف فهو يضيء للمسؤول كثيرا من النقاط والعلامات التي يحتاج أن تضاء له، طالما أن الجميع يتحلى بالموضوعية والاحترام المتبادل. ربما خصصنا هذه الجلسة خصيصا البرلمان والحوار للتأكيد على هذا المعنى، العلاقة التكاملية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وزي ما قال سيادة الوكيل أيضا السادة النواب، السلطة التنفيذية لا يمكن أن تكمل دورها إلا باتساق وتكامل الجانب التشريعي. وبالحقيقة أنا بوجه شكر كبير للبرلمان المصري على كل ما قدمه لوزارة الأوقاف من قوانين وتشريعات أسهمت بقوة في استكمال مسيرتها. وكم من أهم هذه القوانين قانون تنظيم الخطابة بعد أن كانت كلأ مباحا لكل من له ومن ليس له والمتخصص وغير المتخصص، أصبح هناك قانون. الآن بعد هذه الوعظات ربما نتقدم للبرلمان المحترم بالتشريع، ما تبقاش كل واحدة دخيلة لا علاقة لها بالدعوة كما كانت تفعل عضوات الجماعات المتطرفة وتفرض أنفسهن على المساجد. لما حصلنا المساجد بقانون الخطابة والزي الأزهري خريج الأزهر أيضا يكون هناك ترسيخ لعمل الوعظات. فالحكومة والجهات التنفيذية في حاجة إلى التكامل مع السلطة البرلمانية. أنا مش هطول لكن في نقطتين الحقيقة السيادة المستشار أشار إلى نقطة مهمة جدا. صحيح كلنا نعرف مواقف وانتماءات وأيديولوجية ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأنه اتحاد ضرار للنيل يعني أو للتوظيف ضد مصلحة الدين قبل ضد مصلحة الأوطان. لكن النقطة مهمة جدا 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 يجب أن نتوقف عنها، أي منظمة دولية لها مرجعية ولها مقر، أي حاجة في الدنيا حتى الأمم المتحدة مجلس الأمن، كل منظمة دولية لابد أن يعترف فيها من دولة ما، حتى إذا ما أخطأت يمكن أن يكون لها مرجعية قانونية. إنما لما يجي سيادة المستشار يقول لك ليس لا يتبع أي دولة ولا يتبع أي قانون ولا يتبع أي نظام، ده بيفكرنا بما يسمى بالإعلان الدستوري المكمل اللي أصدره قائد هذه الجماعة لما قال إن كلامنا لا ينقض ولا قبل للنقد ولا للمعارضة ولا للمناقشة ولا للبرلمان. وهو كده ده فعلا قال، عارف كان زي ما قلت انا في مرة كان ناقص زي ما قال القرآن الكريم وحكى عن فرعون انا ربكم الاعلى ما اريكم الا ما وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هو ده دستورنا، كلام غير قابل للنقد. محدش في تاريخ البشرية العاقلة على الاطلاق قال ان الكلام بتاع البشر غير قابل للنقد وغير قابل للمراجعة وغير قابل للنقاش وغير قابل للمساءلة البرلمانية. فيش مخلوق في اي ديمقراطية عصرية حديثة يقول اننا نطلع قانون ليس من حق البرلمان ولا من حق السلطة التشريعية ولا من حق القضاء ان يعترض عليه او ان يناقشه. فهو لما يجي يقول لك انا تنظيم فوق الدولة، ده هم عندهم مبدأ واضح وصريح ولا يحتاج الى شيء، مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة، مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة. وهم لا يؤمنون، هو سيادة المستشار بيقول الاتحاد ده ملوش دولة أصلا
والله من مخلص يعني من معرفتنا بهم هم اصلا لا يؤمنون بالدولة، لا يؤمنون بدولة وطنية ولا بوطن ولا بحدود، بدليل عنده يعني الخيانات لأوطانهم والتعدد، تجد كل واحد منهم بيقول لك العالم كله دولتي، لأنهم يؤمون بعض، ويعني ده خطر، خطر داهم يجب أن يستأصل بمزيد من القوانين الدولية والتشريعات التي تحاكم، ده بيسميه الإرهاب عبر الحدود والقضاءات. الإرهاب يجب أن تجرم، أن يجرم دوليا بعقوبات رادعة، ما يبقاش واحد عنده خيانة وطنية لبلده وعنده خيانة لدينه وبيبص لا يؤمن بوطن ويؤسس كيانات إرهابية ويحمى في دول العالم هكذا. فهذه الجماعات لا تؤمن أصلا، هو بيقول فعلا ليس لها وطن، هم أصلا لا يؤمنون بوطن. آخر نقطة، وأنا بأشكر سيادة المستشار وسيادة النائب محمد أولاني رئيس الجلسة، موضوع مركز دولي الحوار الحقيقة في البحوث المكتوبة رسميا لعدد من زملائنا اقتراحوا مركز دولي للحوار، وإحنا الحقيقة استجابة لهم لدينا من الآن مقر جاهز في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مركز دولي لحوار بنفس عنوان المؤتمر، مركز دولي لحوار الأديان والثقافات، وسنناقش مع وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية في كل مختلف دول العالم لعضوية هذا المركز، لن يكون خاصا بالمسلمين وحدهم، وإلا لن نحول أنفسنا لكل الديانات وكل الثقافات، ولذلك عضوية المركز لن تقتصر لا على الدول العربية وحدها ولا على الدول الإسلامية وحدها، وإنما يكون مركز دولي بمعنى كلمة دولي. وإن شاء الله يعني ننسق مع أولا البرلمان بإذن الله المصري ومع وزارة الخارجية في، والحقيقة مهمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ إنشائه هو مجلس عالمي لخدمة قضايا الإنسانية، إن شاء الله نجتهد في هذا، ومع وزارة الخارجية نرجو ان احنا يكون المركز على المستوى الذي يليق بهذه المهمة، وخاصة يمكن انا قلت المؤتمر ده سيادة الرئيس يعني في الشهور القليلة الماضية دعا لحوار دولي عالمي، ولما في لقاءات المتعددة سواء في الامم المتحدة وبخاصة في اللقاء الذي عقد في باريس مع الرئيس الفرنسي ماكرون دعا الى حوار دولي يعمل على المشترك الإنساني ويحترم خصوصيات الآخرين الدينية والثقافية. هذا المركز أيضا يجمع الجميع، يحترم الخصوصيات، نؤمل أن يكون حلقة في صنع السلام العالمي. شكرا سيادة رئيس الجلسة، شكرا لحضراتكم جميعا.